حياتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على راديو ميد في موجة صيف. دونك في اطار ضمان حق الرد على الموضوع والواقع اللي حكينا عليها امس في دار شعبان الفاري واخت واحد من الشباب المضرين اللي دخلت معنا امس واتهمت شاب من دار شعبان الفاري انه اعتدى على اخوها بسيف وتسبب له في اضرار جسديه كبيره, راقت في المستشفى وقالت انه بطبيعه السلطات الأمنية ما اتخذتش الإجراءات اللازمة في خصوص المعتدي, لكن عائلة المتهم معناها اتصلت وحبت تعطي حق الرد وقالت إنه الفيرسيون اللي اعطتها أخت المتضرر ما هيش صحيحة, وحسب حديثهم يقولوا إنهم عندهم الدليل على هذا. لكن قبل ما ناخذوا صابرين أخت اللي اتهمته العائلة البارح باش تزيد توضح أكثر, خلينا زادة كيف نعطي الرد متاع النقابة الأساسية للاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي في نابل, واللي البارح حكي مع سي كمال الخليفي, حكي البارح مع مراسلنا فوزي بن إبراهيم, وبخصوص الموضوع هذايا قال أنه تم الاستماع إلى أمس للمتضرر بعد ما تحصلت حالته الصحية, ومركز الأمن الوطني في دار شعبين الفهري تعهد بالموضوع هذايا بالتنسيق مع النيابة العمومية. سينو صابرين حاضرة معنا بالتليفون, عندها رد على الموضوع موضوع تصريحات ليلى البارح خصوص الواقعة اللي صارت. صابرين مرحبا. مرحبا, أهلا وسهلا بك. دونك أنت اتصلت وقلت أنه الكلام اللي قالته البارح أخت المتضرر ما هوش صحيح والاتهامات مش صحيحة وعندكم الأدلة على ذلك, شنو الواقعة اللي صارت بالضبط؟ معناها ردكم أنتم على الموضوع هذا. والله الأخبار اللي مديتكم بها كلها زائفة, وديجا المردود عليها بكلام مؤكد ومثبت 1000%. بيهوش نحكي لك الحاجة الأولى, يوم السبت اللي تحكي عليه هي ديجا احنا عنا عرض في الحي المجاور وخوها ما هوش موجود في الخدمة كما تحكي. خوها ساهر في جلسة خمرية في وسط العرض وعامل التصاور هو وأصحابه دي معاهم ومهبطين دي فيديو اون ديريكت في فيسبوك والتصاور أطاختا هذي أكوسي, ثم مصور في العرض وكل شيء موجود بالوقت وباليوم وبالثانية اللي هو موجود في العرض موش فوق الخدمة. نرجع لجيرت على كلامها نتاع البارح, ثم حلقة مفقودة في كلامها, هي قالت خويا متعدي على الموتور ومروح من الخدمة شي يخدوه وكوشكيلي أزماتيك وكسيتيغا يا أخي الآخر قالوا ما تتكلمش. ولا هذه هي الحلقة, هو علاش قالوا ما تتكلمش؟ هذا هو السبب, خاطر وقتها السيد خوها اللي هو شكري ولا أحمد الكلاعي مروح من العرض سكران سكران سكران, وقتها هو يقول في كلام بذيء بالحق كلام اللي راجل الراجل ما ينجمش يقولوا وينطقوا في باب دارنا, معناها هذا الكل يقول فيه في باب دارنا. دونك خرج له خويا من الدار قالوا يزي من الكلام الزايد, راهو فما نساء فما بنات تسمع فيك, راهو أمي مرأة كبيرة وبابا يسمعوا فيك, طول توجه الخويا وقالوا برا تو نعمل كذا وكذا وكذا وكذا, معناه وجه له الكلام دي هو المره الثانيه. وقتها ديجا بدات المناوشه بيناتهم ودزوا بعضهم الاثنين, يروح هذايا شي شكري الكلاعي الناس كل وقتها مش بينهم في هو روح يعني خويته مش يلموا الحكايه باسكو يسبوا الكل يعني ما ظلموش خويا مش يسكتوا, ليه هو في السيد يروح ويرجع في دي السكينه ويزيدوا خويته ثلاثة أولاد وبوهم يجيبوا واحد في دي ساتور والآخر في دي حديد طويل وسكينة أخرى, وهي السيدة ليلى أخته اللي بيبارح تحتي في ديها حديد بالحق اللي راجل ما ينجمش يهزه, وهذا الكل معناه هذوما الكل هاجمين على خويا في باب دارنا ومكسرين لنا الباب متاع الدار متاعنا. يعني تصور أنت خمسة رجال وأخته دايرين في واحد وحده أمه عمرها 60 سنة جديدة بالقلب وبوه 67 سنة جايين لحد الباب دار وما مسامحين. بالحق ما دام نحكي لك لولا لطف ربي والله ورضات الوالدين والرجال والنساء واولاد الحومه الله يرحم والديهم بالحق نهارتها كان يصير ما يصير, وراهو على فتره راهو جاوا بالقدره وخويا ما عنده حتى شيء ولا سيف ولا والو, خاطر الحكايه الكل صارت من با فراكسيون سوغون لو حتى حق نلقاهم شي روحوا يجيبوا كسكاكن والسواتر هذوكم راهو. والكلام هذا اللي نحكي لك فيه راني مانيش نحكي لك فيه بلا 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 ولا نمبورت كوا, خاطر احنا عندنا كاتامي غادي سوغيونس في دارنا لكات كاميرا مطورين ومسجلين كل شيء الحكاية دو آ جوسكا زيد كيفاش بديت وكيفاش وقيت, ومطورين كل واحد فيهم مش عنده في ديه وش عنده في ديه وكل واحد شعمل والحكاية هذه يعني
صابرين به كي يقول قائل انت معناها حسب كلامك الشخص اللي الاخر هو اللي قام بالاعتداء اولا هو اللي جاب السلاح. توا العبيد اللي تسمع فينا تقول لك مالا هاو المتضرر هو الشخص الاخر، توا كي هو اللي جايب السلاح مالا كيفاش هو اللي تضرر وهو اللي توا اليوم راقد في السبيطار. انا سالتك باهي الناس كل فاهم هذا، حتى خويا متضرر وعنده ما يثبت راهو، مش كان خويا راهو برشا ناس جات تحس ضربوهم، راهو الناس الكل متضرره راهو على فكره. هذه راهي وليت عركة كبيرة دخلوا فيها نساء ورجال يحزوا ونقول، وهي تقول خويا صاحي سي با فغي خويتها الكل سكارة، خاطر كان جاي فيهم واحد صاحي راهو يلم قوته وفن حكاية، هما جايين مطرحين على أساس أضربني نضربك، ودخلت بعضها يا أخي سامحني أنا خويا وحده نهارتها أصبوان ترازا ولا هو فرعون معناه باش يضربهم الكل وهما في ايديهم سكينة وساطور وكسيتيغا، هذه حكاية دخلت بعضها ما عادش تفهم شكون ضربه وشكون ما ضربش. بالنسبة لخوها اللي تضربه وهو في السبيطار وقال شكون ضربه، هذاك ماهوش مشكل، كل شيء مسجل وكل شيء واضح وفما تحقيق وفما أنكيت تو تصير وتو يعرفوا كل شيء، والبحث مازال متواصل وعنا حاكم في البلاد وقانون تو يطلع شكون ضربه وشكون ما ضربش، خاطر عندهم ديفيكونس والحاكم ماهوش قليل ولا ماهوش ما يفهمش، تو يفهموا يتبعوا بشوية بشوية الحكاية ويتفردوا في الديفيكونس كيف كل شيء عندهم، تو يعرفوا شكون ضرب وشكون ما ضربش. ظاهر لي هذايا هو جوستومون. ولا جوستومون حاجة أخرى عايزك سامحني تقولها لك من غدوة ديجا الحكاية دي كتمضي وفات على روحها يعني وفات ديجا سي بون. من غدوة لحد عندي خويا الآخر ماهوش موجود، كان في السفر روح هو ومرته ووصلوا 8 ولا الفجر ما نعرفش عليهم، مشى يخدم على روحه في الليل سكر حانوته وجا قاعد يحكي في الليل كي جا قاعد يحكي هو الأولاد يعني إيش صار وكيفاش وفسروا لي على أساس نشوفوا شنو الحكاية. يجي في خوها الكبير هذايا فهري عمره أكثر من 45 سنة مع راسه بزوز صغار، يعني نورمالمون هو يعقل مش يزيد يشعل النار. وخويا راهو عمره 31 هو أصغر واحد هما فيهم عمره 25، يعني تصور هما 25 و30 و40 وبليس 45 وبوهم اللي راجل كبير وهي هذم كل دايرين في واحد وحده هكا. يجي خوها خويا ويقول له لما نذبحكم واحد واحد بالحرف وبالكلمه كيما نحكي، والناس الكل شاهده على هذا راهو كل عاده يثبت تحديد ويجيو اخواته الاخرين ساتور وسكينه وكذا وتكبر الحكايه. ونعود بربي سامحني نرجع لك نقطه اخرى لكلامها المتضارب والكاذب، قال نهار لحد بابا ماشي يقضي وهما تعرضوا له. سامحني الحكايه هذه اللي نحكي لك عليها لحد صارت اوبخ نص ليل غرباء ونص ليل، فما احنا هما شعبيه الحوانت الكل مسكرين وشو بربي انت لوجيك ما والناس اللي تسمع في الكل اسكو يمشي يقضي يهز معاه حديد وسكينه ولا يهز حاجه يقضي فيها. هذه فتره هذه اللي هو راجل كبير بوها جايب حديد يضرب فيه وباختمط هذه الكره ومسجلته الكاميرا قصيره واللي نحكي لك عليه والحاكم جاي نهارتها وشاهد على كل شيء وشاهد اللي هي في ديها السكينه فمعهم شاهد عليها في ديها السكينه نتاع ذبيحه. خويا مسكين من خوف ترمات في كرهه الحاكم وقتها بيان سور مشى يشكي. بو انا نحب نقولها كيما قالت يا ونقول للناس الكل يا اخي احنا وين عايشين؟ احنا ماناش عايشين في غابه راهو يا لله باش تجيبوا سكاكن وتواتر وتتهجموا على دارنا. هذه الكل هي عملته غيان سو لتضليل العداله. قالت عملت فيلم هندي نتاعها سي بون وقالت كلام باش تضلل العداله لكن مش مشكل، ثم حاكم ثم كل شيء موجود، يعني هي طفله هكا تسير في خمسه رجال بالكذب. واضح صابرين صابرين هي عطات الحديث نتاعها وانت عطيت خذيت حق للرد نتاعك، دونك توا القضيه والملف عند الامن هو اللي يمشي يقوم بالاجراءات اللازمه والتحقيقات توا تجيب كوسوسوا اللي عنده حق توا ان شاء الله ياخذوا. احنا ماذا بينا راهي ما توصلش، خاصه انتم تحكيوا جيران في بعضكم في بلاصه نفس المنطقه، دونك ماذا بينا ما توصلش المواصل هذه الكل معناها جيران وحباب والكل راهو ثم ديجون صغار متهورين شوية غشهم سهل، ماذا بينا الكبارات متاع الحومة والناس الكبيرة تهدي جو وتلم الموضوع ومعناها وترجعوا ما إلها معناها وجوهكم في وجوه بعضكم وجيران وناس وأحباب إن شاء الله الحق ياخذ مجراه وأكيد التحقيقات توا تجيب سينو. شكرا ليك صابرين. احنا ظهري تليفوننا حاضر حاضر تليفون نابل عماد صباح خير.